ويل له يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فله النار. ثانيا الحرية، أنظرني إلى يومي يبعثون، استعجال المتعة في الدنيا، ولذلك هو الأسلوب الذي نهجه مع آدم لإخراجه من الجنة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تملك ومحبة الخلود العيش العمر طويل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يشيخ الرجل وتشب معه خصلتان، حب الدنيا حب الحياة وحب المال، الملك والخلود دائما يشيب الإنسان وتشب معه خصلتان، حب الحياة وحب المال. الحياة بدون مال مشكلة، وكثرة المال ويهجم عليك المرض. إذن فيحب الحياة ولكن بالمال يتمتع ليتمتع. وهذا تحدثنا عنه وعن هذه النظريات التي يسوقها العالم الحر، سموه العالم الحر. بوش كي يتكلم يقول هذا ضد العالم الحر، العالم الحر المتحرر من شريعة الله، المتحرر من عقيدة السماء، المتحرر من علائق العباد برب العباد، يعيشون طلقاء، لا شريعة تضبطهم ولا قيود تحدهم ولا قانون يردعهم، كما قال الأخوان ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى، كما قال لهم بوش إما معي وإما ضد. إذا فهذه الحرية، حرية المرأة، حرية التفكير، حرية التعبير، لها مدلولات، والمقصود بها هي أن تتحرر الأمة من شرع الله سبحانه عز وجل. هذه الثانية تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. وأما الخصلة الثالثة، عقل عليها، خصال المتكبرين لا يسجدون أي لا يعبدون، لا يتذللون لله، يستكبرون. ثانية تعجيل المتع، ولا يعجل الإنسان متعته في الدنيا إلا بالتحلل من الشرع، الشرع يقول له افعل ولا تفعل، مضبوط حلال حرام، هذا يقول لك ما كان حلال حرام. وأما الثالثة يا ليت المتكبر وقف عند عدم الإذعان لرب العباد في العبادة، واكتفى فقط عياذا بالله بالاستمتاع في الدنيا لكان ذلك شيئا يسيرا، لكنه أضاف إلى الخصلتين السابقتين حينما أقسم، وإبليس من أعظم الموحدين يقسم، وعزتك لأغوينهم أجمعين. الله الله، لا يكتفي بالتمرد هو، ولكن يريد أن يسوق العبيد، كل العبيد، إلى التمرد على الله. مهمته في الحياة أن يجعل كل المخلوقين عبادا لإبليس. ما هي وسيلته في ذلك؟ أي وسيلة لدي؟ أية وسيلة ينتهجها هذا المتكبر المارد، المارد، قال سيدنا ربي سبحانه عز وجل المارد، لعنه الله، لأتخذن شيطانا مريدا، لعنه الله. هذا المتمرد أي أسلوب ينتهجه لإخراج الناس من عبادة رب العباد إلى عبادة الشهوات؟ أولا، وهذا تحدثنا عن أولا، يتبع فيه هل يأتيك هكذا فيقهرك ويتسلط عليك؟ هل رأيتم شيطانا خرج على الناس في السوق فلما أذن المؤذن نادى فيهم إياكم أن تكونوا رجعيين، إياكم أن تكونوا ظلاميين، إياكم أن يغركم هؤلاء الذين يدعونكم إلى الصلاة؟ ما تمشيوش، عمرو شتوش إبليس يقول هادشي؟ ما شتوش، ما يخرج، إذا ما هو فعله؟
ما هي وسيلته؟ وسيلته سبحان الله. ولما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر متى؟ متى؟ يوم القيامة لما انفض سوق الحساب. الله، فذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. لما قضي الأمر قال الشيطان، شو اسمه يقول؟ بانت حقيقته. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله، أردهم القصة الأولى، إن الله وعدكم وعد الحق. الله يعترف، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم. الله يعد بالحق، وهل هنالك أصدق من الله وعدا وقيلا؟ والشيطان يعد، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يغرهم. ووعدتكم، ما معنى ووعدتكم؟ الله وعدكم وعد الحق، وهذا وعدكم بماذا؟ بالباطل، محذوفة. ووعدتكم فأخلفتكم. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. اسمعوا، وما كان لي عليكم من سلطان، ليس لي سلطان عليكم. يوسد ربي سبحانه عز وجل جعل للشيطان سبيلا وسلطان على العباد. كيش واحد اللي منين يمشي يصلي يجي ابليس ويكتف له يديه ما يتوضاش؟ احنا ما تقول له تصلي يقول لك يا والله يا دينا، والله يا دينا، مالك مكتف ولا مالك؟ هل تسلط عليك الشيطان فكبل يديك؟ لا، ما كان لي، قالها نشان، وما كان لي عليكم من سلطان. واش درت؟ إلا أن دعوتكم. يا الله، هو يدعو، الله يدعو إلى دار السلام، ورسوله يدعو إلى صراط مستقيم، والشيطان يدعو إلى الضلالة. الدعاة، الدعاة، إلا أن دعوتكم. زيد، وش جبتكم؟ بطواعية، فاستجبتم لي. انتم يا سيدي، انتم ما بغيتوني، انتم ما تبعتوني، واش انا جريتكم بالجاب؟ انا قهرتكم؟ واش عندي شي سلاح؟ عندي شي نواوي؟ عندي شي كيماوي؟ انا عندي شي حاجة؟ انا قاع ما نبانش قاع. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى، انا ما يبانش قاع. ها، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. الله، ولوموا طول مع راسك، لوم الى خلود، ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخي، انا لا استطيع انقاذ نفسي، انا ما نسلكش الطرح، نسلك الناس، ما أنا بمصرخي، أي ما أنا بمستطيع أن أنقذ نفسي من النار، ما أنا بمصرخي وما أنا بمصرخكم. ما أنا بمصرخي؟ ها؟ نعم، وما أنتم بمصرخي، ولا أنتم تستطيعون إنقاذي، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الله، عود لها وقراها مليح. ووردت في سورة إبراهيم، إبراهيم الذي قهر شياطين الإنس والجن. لا إله إلا الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هو ليس له سلطان عليك، هو لا يستطيع أن ينقذك، هو إنما دعاك ويدعوك. كيف يدعوك؟ كيف يدعوك إلى الباطل؟ هو داعية. ولذلك الدعاة قسمان، دعاة إلى الله ودعاة إلى، ولذلك الحزبان، الحزب حزبان، حزب الله وحزب، قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال ألا إن حزب الله هم الخاسرون. نعم، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استغفر الله، فحزب الله وحزب الشيطان. فهنالك من يدعو إلى حزب الله وإلى الله فهم حزب الله، والذي يدعو إلى غير حزب الله فهو يدعو شكون رابع؟ حزب الشيطان. سمي اللي بغيت، الأحزاب اللادينية، العلمانية، اليهودية، النصرانية، الإباحية، الوجودية، الضلالية، دعاة على أبواب جهنم، الراقصات، الداعرات، الممثلات، الفاجرات، هذا فين يخدموا؟ لمن يخدموا؟ هذا يخدموا الرب؟ هذا جنود. كما أن لله جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو، فللشيطان جنود، للشيطان جنود، جند الشيطان. إذن كيف يدعوك؟ واش راك تشوفه؟ هل تراه؟ هل تراه؟ واش راه يخرج على الناس ويدعوهم هكذا؟ لا. إذن كيف يدعوهم؟ يدعوهم ب سبحان الله، بالوسوسة، يوسوس. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس. فالحرب مع الشيطان لا يهدأ أوارها إلى يوم القيامة. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع الصيام، فهو قرينك، قرين. ما معنى قرين؟ مقرون بك، لا يبرحك ولا يغادرك. نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. مقرون بك، لا يتركك في حركتك ولا في نومك ولا في ظعنك ولا في سفرك ولا في خلوتك ولا مع الناس، لا في السماء ولا في الأرض. ما دامت روحك تتردد في صدرك فهو معك، ولن يرتاح حتى تخرج روحك على غير لا إله إلا الله. هذا ما يجلس، ما يفرحش وما يرتاحش حتى تخرج روح الآدمي على غير التوحيد. ولذلك كان من دعاء الحبيب صلوا على الحبيب، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أعوذ بك، ألجأ إليك وأجرني من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يتخبط، يا الله. والحديث في الوسوسة حديث طويل، ولكنني أشير إلى إخواني، وقد صار هذا المرض مشاعا خاصة بين المتدينين، نسأل الله العفو والعافية. هذا المصيبة بتاع الوسواس، يضل به الشيطان العباد ويبعدهم عن طريق الله المستقيم، ويجعلهم عياذا بالله بدل أن يتوجهوا إلى الله بالعبادة وفعل الخير، تراهم مشغولون بأنفسهم، عطل فيهم نعمتي العقل والقلب. الله. ولذلك فإن أعظم وسائل الدعوة عند الشيطان هي الوسوسة
بالشبهة فهي أخطر من الوسوسة بالشهوة. فسلاح الشيطان لإضلال العباد إما أن يكون سلاحا فكريا يلقي الشبهات فيشكك الإنسان في دينه، في عبادته، في صلاته، في طاعته، في رحمة ربه، حتى ييأسه ويحزنه ثم يعزله عن البشر، فيكون إضلاله للمعزول عن الجماعة أشد وأقوى. هذا إبليس عن طريق الشبهة، الله، يوسوس، يبدي الله يحفظه ويستره، يشككه في الخالق. قال رسول الله: يأتي أحدكم الشيطان فيقول هذا الكون خلقه الله، فمن خلق الله؟ شتفيني بشي قال؟ لا إله إلا الله. وجاء الصحابة إلى رسول الله قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في صدرنا، واسمه هو شي كلام يتردد في صدرنا، احنا ما عندنا عليه طاقة، كلام يروج في الصدر حول الذات الإلهية، حول صفات الرحمن، كلام كبير لا نستطيع أن نتفوه به. قال: وقد جاءكم ذلك؟ في المعنى أتاكم؟ قالوا: نعم. قال: ذاك من عظمة الإيمان في قلوبكم، فمن وجد شيئا من ذلك فليلجأ إلى الله، يقول آمنت بالله، يقفل الباب، لا يحاوره، يقفل الباب. الرسول الأكرم صلى عليه تحدث في حديثه الصحيح فقال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، شك في العقيدة، حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، ولا الجنة، حتى ما يكون بينها وبينه ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا ربي، إذا كان الرزق وكان الأجل وكانت النتيجة والمآل شقي أو سعيد، كل ذلك يقرر في علم الله في الغيب في بطن الإنسان قبل أن يخرج إلى الدنيا، فلما العمل؟ شو هكذا؟ فلما العمل؟ علاش نخدم؟ الشقي من كنشمو والسعيد من كنشمو، قالها سيدنا رسول الله ما عرف. إبليس يجي له هكذا، علاش تخدم؟ يبقى يجيب لي يقول له: واحد السيد كان عاطي غير السكرة وكذا وكذا وكذا، سبحانك يا جليل، وجات حتى الأيام التالي نتاع عتاب ومات هو ساجد، وواحد السيد وشحال هو يصلي هو يدير كذا 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 كذا، وجات حتى الآخر أيامه ومشى ضل وقعتها الشرب ومات والعياذ بالله سكرة. يا الله. فلما سأل الصحابة رسول الله هذا السؤال كدليل على أنهم لم يفهموا كلام رسول الله ولم يفهموا منطوق ومدلول حديث، قال: اسمعوا، شاك تقولوا؟ شاك تقولوا؟ اعملوا، أي لا تنظر إلى السابقة، ذلك أمر يعلمه الله، ولا طاقة لعقلك أن تفكر في أمر لا يستطيع عقلك أن يدرك كلها، ولكن اعمل. اسمعوا الكلام تاع النبي: فكل ميسر لما خلق له، فأهل الجنة يسر الله لهم أعمال الجنة فبها يعملون، وأهل النار يسر لهم أعمال النار فبها يعملون. وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الجنة، عامل، فمات على العمل الطيب، لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ثم قال: وأما من بخل، بخل، بخل عن حقوق الله واستغنى، فجعله المال يتكبر، إذن بخل معصية، زادت المعصية أخرى استغنى،
وزادت المعصية الكبيرة تاع الكفر، وكذب بالحسنى، كذب بوعد الله، كذب بوعد الله للعاملين الصادقين. هذا فسنيسره للعسرى. سبحان الله، يعملوا. شفت الشيطان كيدي؟ شفت الشيطان كيدي؟ ايوا الشقي من كرشمو، السعد من كرشمو، وعلاش الخدمة؟ ويقول له شو واحد خدمة تتعس للناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. فلا زال عدو الله يلقي بالشبه حتى يتعب عقل المسلم، ولا بقى المسلم الله يحفظه يستري ما عندوش علم، أو لا ما عندوش شي معالم رباني اللي يعرف مداخل إبليس ولم يدله على الحقيقة وينزع من رأسه هذه الأفكار، اش غادي يصرى؟ اش غادي يصرى؟ سيضل ويصبح والعياذ بالله من أتباع الشيطان. واحد السيد كان يصلي بزاف، يصلي عندنا هنا في كلوج بزاف، ويذكر الله تعالى بزاف، ويمشي عند الكثرة اللي يذكروا الله بزاف. يا الله. فلا زال يزين له هذه الحالة حتى صار عياذا بالله من بعد قد عزل نفسه وترك الزوجة دياله والولاد، ثم ترك واجب النفقة عليه، ثم ترك العمل. كان موظف خرج قاعد بالوظيفة وظيفة منك فخرج من الوظيفة في سكنه، مش سكن بوحده، اسمه بقى يدير البخور. ها؟ وبعد ذلك، بعد ذلك اسمه صار يأكل لحم الكلاب، يذبح الكلاب. ها؟ وصار عندنا في وجده، وصار عياذا بالله يأكل، صلى الله عليه وسلم، يأكل بقايا البهائم حتى كفر، فصار ينطق بكلمة الكفر. إنسان محافظ على الصلوات الخمس والصلاة الصبح، فلا زال به الشيطان يبعده عن الجماعة، ولا زال عياذا بالله يتخيل له النامات والتوالي. تعرفوا باللي جا عندي أنا وشحال من واحد قال لي أنا غير هالمرة، تعرف جا عندي واحد قال لي أنا هو المهدي المنتظر، قلت له جلس أروح لهنا، جلس. كان مسكين في الصبنيول خدام بالكواغط نتاعو، اسمح في الكواغط، اسمح في الخدمة، جا هنايا قال لك أنا المهدي. قلت له تعرف المهدي كي سميته؟ اسمه هو تسمي اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وسميت بوحال، يقول له محمد بن عبد الله، انت كي سميت؟ قال لك عكاشة. هيا بعد الأولى انت عكاشة ولا باك شكون؟ الوسيني، عكاشة ولا الوسيني. ثانيا تعرف انت يا المهدي المنتظر فين يخرج؟ يخرج هنا يا في وادي سليون، يخرج هنا. وثالثا واش من حاجة اللي جيت بها انت؟ المهدي المنتظر يقود جيشا ويبايع من قبل المجاهدين الصادقين ويقاوم الضلال ويدعو إلى الله ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. انت واش درت اسي؟ واش درت انت؟ نعطي لك واحد السقلة، شتو فين؟ ومتدين، خليت الخدمة وخليت صبنيول وسمحت ولادك. المتضرر الأول من الدين هما ولاد هذ الناس. واحد السيد جاء قال لي انا راني عيسى عليه السلام، هذا ماشي غير مسكين في لازاري، جاوا عندي قالوا له، قال لك واحد السيد هو عيسى عليه السلام. مشيت عنده قلت له انت عيسى؟ قال لك انا عيسى. قلت له عيسى راه ما عندوش لبين، هو ابن مريم، انت امك شكون؟ باك شكون؟ حاصل كيفاش بقى يدلم المسجل؟ يقول لها هضري تهضر، يقول لها طفاي دير طق، ويتفرفر هكذا في السماء يطلع هكذا. ايوا عطيتو شي سقلات حتى سالت النيف نتاعو، ايوا عاد ولا العقل. والحمد لله الذي مات بعد ان تاب، بقي بعد ذلك شهورا فلقي الله. واحد الغالي في المير علي قال لي انا مكه راها تطوف علي، مكه راها تجي. قلت له لامك مكه تطوف عليك في وادي سلي اجبان عادو في عقل. شتو ابليس كيدير لعباد الله؟ شنو يبلش كيدير؟
لو كنت تشوفوا واسمه راه وقع في هذه الأمة. استطاع إبليس أن يغسل أدمغة كثير من الخلق، هو ما عنده والو، لا علم لا والو. هذا اللي مشى في الجروح وفي الدار البيضاء، عنده شي علم هذا؟ هذا الذي يقتل الآمنين، هذا جهاد؟ جهاد في المسلمين؟ هذا هو؟ خلدر لك واللي قتل روحه ما عرفش باللي انتحار؟ خلدر امك انت يا ما فكرتش كاع لما اللي تقتل لها ولدها كيف احرقت قلبها وادميتها، من يحمل وجه ذلك؟ منين جبتها الافكار؟ منين جبتها؟ ولذلك الديفو انت هذا الناس منين جايهم؟ من الشبه الفكرية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، شبه فكرية، شبه فكرية، شبه. وبعد ذلك حينما والعياذ بالله يشبه عليه المتشابهات ويدفعهم إلى عدم تبين الحق، الظلمة يبقى يشوف الحق يبان له باطل والباطل يبان له حق، يبقى واش يبقى يدير من بعد الله. فيغوص معه الآن في مجاري العبادات، وأولها الطهارة والوضوء. أول حاجة إبليس من بعد هذاك الشيء اسمه يبقى يدير أم يدخل المرحاض يقول لك جلس تما، فينسيك ربك. وأغلب الموسوسين يقضون أوقات طويلة في المراحيض والحمامات، فأحب الأمكنة إلى إبليس الحمامات ودورات المياه. ولذلك علمنا الحبيب، صلوا على الحبيب، إذا دخل الرجل إلى الكنيف أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقد دلت النصوص أن الخبث هم ذكروا الشيطان، والخبائث هي الإناث، فهم يسكنون في هذه الأماكن. وتقدم الرجل اليسرى وكي تقضي حاجتك تجي خارج، هو اسمه يدير لك، اسمه يدير لك عدو الله، يبقى يلعب لك في الكرش، يدخل لك الكرش ويبقى يلعب لك، راه عاد فيا المسائل، راه عاد فيا، راه عاد البول ما بغاش يخرج، راه عاد كذا، راه عاد كذا، وتبقى انت جالس. وكاين اللي عاد يدير الموسيقى يزيد يكملها، يقول لك راه حنا مريحين مريحين، ما داروا لهم هذاك الشيء نتاع النصارى، يجلس اروح تشوف جالس وشحال جالس ساعة في المية، واش راه يدير هذا؟ ساعة واش راه يولد ولا؟ المرأة عند الولادة ولا تستغرق هذا الوقت، اش راك دير أسي محمد؟ قال لك فيا الإحصار، فيك الإحصار موت، مات حتى يوجد، حتى حاجة ما توجد في وقتها، مالك أنت؟ موت، يقول لك واجعتني كل شيء، ما يمكنش واجعتك، موت. لماذا تطيع الشيطان في الإكثار من في الجامعة؟ كيجي بنادم 500 طول على نفقه يسلم يجي يجري المرحاض، الريحة خانزة، ومع ذلك جالس والموسيقى وراسه في الراح. داه إبليس فراه يخمم، راه يبني القصور، كي ندير باش نفحرق، كي ندير باش ندير شاء. هذا في المرحاض. فمن الفكرة الخبيثة إلى المكان الخبيث، يسوقك من الفكرة الخبيثة إلى المكان الخبيث، ولذلك يدفعك دائما إلى أبخبث الأمكنة، لأن صاحب الفكر الخبيث لا يمكن أن يصدر عنه إلا تصرف خبيث في مكان خبيث. يمشي ومن بعد اسمه يبقى يدير من بعد ما توضيتش مزيان، ما درتش مزيان. فأراد نبينا الرحمة المهداة صلوا عليه أن يقطع على الشيطان وسواسه، يقول لك ما تكثرش من الجلاس بزاف في المرحاض، بمجرد أن تدخل مستند بسنة رسول الله، تدخل بالقدم اليسرى وتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم تحاول أن تسرع في قضاء الحاجة، ثم تستنجي، يعني الاستنجاء أي تزيل النجاسة بالماء، بالماء تقريبا الحمد لله عند الماء ما نبقاوش نهضروا لك وقت، بالماء زيد زيد. وحتى تقطع عليه الوسوسة تأخذ الماء بيدك
فتنضحه على الملابس الداخلية، حتى إذا قمت فأحسست ببلل قلت البلل سببه الماء وليس قطرات البول التي تتساقط، فتقطع عليه مصدر وسوسته لك. فهمت؟ هو بالك راه البول ولا بغى البول ولا بحرق بابه الماء صافي، يبلس باغي لك الخير ما باغي لكش الخير، تقدم. فإذا تمكن من ذلك انتقل معك إلى الوضوء، ما غسلتش يدك، غسلتها غير زوج. ومن الناس من يجلس ساعة وهو أمام الصنبور يصب الماء ويغسل أطرافه، وكاين اللي بسبب الوسواس طيب يوقف الناس حذا ويقول لهم شوفوا عيبط واش غسلتي يدي، يقول له غسلتي، يقول له أصعب كنت تزعقوا عليا، ما غسلتش ما غسلتش، ويبقى تما باش يبقى بحرق لله. حصل غير حصل فيه غير في الوضوء. ولذلك الموسوس في الوضوء إلا قال غسلت زوج ولا ثلاثة يقول غسلت ثلاثة مو يزيد، لأن الواحدة هي الفرض، يبني دائما على الأكثر. غسلت ولا ما غسلتش؟ غسلت ولا ما غسلتش؟ غسلت وروح راه قابل بك ربي، غسلت لكي تطرده. شو سبحان الله. ثم يصطحبك إلى الصلاة بعد ذلك. آه ماذا يفعل بالموسوسين في الصلاة؟ آه آه ماذا يفعل بالموسوسين في الصلاة؟ حتى لقد تحدث الفقهاء في باب الفقه عن باب المستنكح. تعرف شكون المستنكح؟ هو الذي غلب عليه الوسواس إلى درجة أصبح عياذا بالله قد سيطر عليه الوسواس بحيث لا يفطن لعمله، فهم شال عقل ده، هو يصلي وعقله ما كاش، ومن بعد يولي له العقل واحد دقيقة غير بحال الرمشة، يقول له راك صليت ما عرفتش شحال صليت زوج ولا ثلاثة، فيلبس عليه. وبعد ذلك يتبعه لكي يوسوس له فيه المفتاح في اليد. بلعت الباب ولا ما بلعتش؟ بلعت البوطة ولا ما بلعتش؟ كاين اللي يمشي 10 كيلومتر يولي حتى الباب ديالو يشوف واش بلع ولا ما بلعش. يا الله يا الله يا الله يا الله. ثم يدخل معه يوسوس في إساءة الظن بالله وبالخلق. ورب يا رب يا رب يا رب. يقولوا لي شي موسوسين يقولوا لي يجيوا عندي يقولوا لي كل شيء الناس يكرهوني، انا تمشوا الناس يسبوني، انا تمشوا. هو كيسمع في الراس نتاعو السب واللعن والشد، وكيقول باين لا فلان فلان يسبني، فلان راه يقول، فلان راه يدير، فلان راه. يا الله. واحد السيد يجي عندي يقول لي امريكا راها تابعتني، واليهود والمخابرات المغربيه والمخابرات السويسريه والجزائريه. شكون انت وليدي اللي تبع كاع امريكا؟ انت ما عندكش العقل. ولكن شوف وين وصلت. شوف قال له انت راجل خطير، انت ما نعرف شكون. قال لك تعرف شي ولا راها المخابرات الامريكيه الاف بي اي والسي ان ان والموساد والكاجيبي اكو شي راهم متابعيني. هو بايت برا مسكين ما عنده حتى ما ياكل، يطلب باش ياكل. شكون انت اللي غادي يتبعوك؟ ولكن لا اله الا الله، سألوا الله العفو والعافيه، الله يشافيهم الله يشافيهم. ولذلك فاحذر يا مسلما من دعوه الشيطان اذا كانت الدعوه شبهه فكريه، شبهه فكريه تنطلق من تشكيكك في العقيده، ولا ما شككش في العقيده اسمه يدير لك، يولي لك التحدث في الايات المتشابهات صفات الله، ولا ما الدواله يشككك في رحمة الله، يقول له انت مشيت وما تتوبش وخلا ضر لك قعدت ايام يا ودي رحمة ربي واسعة، وحتى يبان لك بين الله تقطع يقول لك ولو كان ولو كان ولو كان انا راني يولي غير تما. يا الله. وبعد ذلك يبدأ في تشكيكك في العبادات، ثم يشككك في زوجتك. واحد السيد طلق المرأة نتاعو على حقاش، راه يشك فيها بين الله تخونه، يا مسكينة متعجبة عمره ما خرجت بالدار كاع، طلقها مسكينة ومشات طلقها. يا الله
يا الله يا الله. إذن فهذه الشبهة الفكرية. أما سلاح دعوته الناس بالشهوة فهذا الناس هذا واش غادي نقول لك؟ واش غادي نقول لك؟ إنسان يزني يديه يزني يزين له الفواحش ويلعب القمر ويدير ويدير، ولكن هؤلاء إذا حدثتهم دمعت أعينهم وكانوا إلى التوبة أقرب، لأن الذي ضلل بالشهوة أقل خطرا ممن يضلل بالشبهة، فالشبهة تقطع صلة العقل والقلب بالله، تسيء الظن بالله، وهذا نوع من الكفر. أما الشهوة قد يسقط الإنسان في حبائل الشهوة، ولكن قد يتداركه الله تعالى، لأن الشهوة لم تلغي عقله، ما زال بقى على الفطرة، ولم تلغي إيمانه. إذن فهو يدعوك إلا أن دعوتكم، يدعوك بالوسوسة يوسوس. إذا أردت إن شاء الله تعالى أن تحصل نفسك من دعوته ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ إذا أردت أن تحصن الآن نفسك، تعرف بأن كان واحد العدو يقول له الشيطان ويريد أن يصدك عن الله، عن الصلاة، عن ذكر الله، يريد أن يبعدك عن جماعة المسلمين، يريد أن يشككك حتى تسيء الظن بربك وبالمؤمنين، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ واسمه هي الوسائل التي ينبغي للإنسان أن يتمسك بها لكي يحصن نفسه من إلقاء الشيطان، من وسوسة الشيطان. اسمه هي أولا الصلوات الخمس في المسجد، الله. ثانيا الرفيق الصالح. ثالثا الجماعة، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذيب من الغنم القاصية. وقال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترجمان القرآن وحبر الأمة، لولا مخافة الوسواس لاعتزلت الناس. فمن أعظم ما يحمي الإنسان ويحصن من الوسواس أن يكون في جماعة من المؤمنين، ما تكونش بوحدك، اللي سافر بوحده شيطان وزوج شيطانان والثلاثة ركب حتى توصل ثلاثة عاد تكونوا ركب، تكونوا ركب. ثم ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والشيطان مثله مثل الكلب، يأتيك الكلب يريد أن يدخل الهلع والفزع إلى قلبك بكثرة النباح، فإذا رحت عياذا بالله توجه إليه وتلقمه الحجارة يزداد نباحه. ولكن أفضل وسيلة أن تنادي على سيده فيقوم سيده بمناداته لكلبه فيذهب الكلب ويتركك تمشي في طريقك سالما. فإن كنت تريد أن تذهب في طريق الله سالما محصنا من إلقاءات الشيطان فالتجئ إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ارجع إلى الله، التجئ إلى الله تعالى سبحانه، اكثر من ذكر الله تعالى. قال لك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو الفقه بتاع سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ ومن أفقه من الحبيب؟ كانوا يتبشروا صلى الله عليه وسلم، واحد النجا ناقة عثرت، فقال الصحابي الذي كان رفقة الحبيب، صلوا على الحبيب، تعس الشيطان. قال: لا تقل تعس الشيطان، إنك حينما ذكرت الشيطان انتفش وانتفخ، ولات عنده القيمة راك هضرت عليه، ولكن قل بسم الله، أذكر الله يتصاغر ويتصاغر حتى يصير كالنملة. اذكر الله، اذكر الله، وهذا فقه عظيم، لو وقفنا عند خيراته ومدلولاته لما انتهينا منها. منها مثلا الحاجة الأولى منها أنك إن شاء الله تعالى يكون شغلك هو دعوة الناس إلى الخير لا ذكر الشر، لأنك إذا دعوت الناس إلى الخير فدعوتك الناس إلى الخير
هي وسيلة لمحاربة الشر ولكي ينقص الشر. لا تقول تعيش الشيطان وكل اذكر الله، لا تسب الظلام ولكن اشعل شمعة، فلأن تشعل شمعة خير لك من ليلة كاملة وأنت تسب الظلام. من الظل تسب الله؟ الله ينعل الشيطان، الله يقول الخرات لعن الله عليها، الله لعن الله الفاسق. واش ديت واش ديت اكت العين وصافي، واش اكت عبسي دربي. بصح لو أنك بدل أن تلعن مشيت خدمت شي خير ودرت شي خير وشغلت الوقت نتاعك في طاعة ربي لكان ذلك خير لك وخير للمسلمين كلهم، تنتفع أنت وينتفع الناس بصلاحك. هكذا. إذن هذا اللي هي دعوة الشيطان عن طريق إلقاء الشبه وعن طريق تزيين الشهوات، هذا السلاح الأول. مواجهته على مستوى الفرد الصلوات الخمس في المسجد، الرفيق الصالح، الجماعة، كثرة ذكر الله، ثم الدعاء وكذا وكذا، وكل الأعمال الصالحة الأخرى. هذا على مستوى الفرد. وعلى مستوى الجماعة كيف نتحصن على مستوى الجماعة؟ أن نقوم بما يقوم به الشيطان، فالشيطان يدعو، فأنتم وجب عليكم أن تقوموا بالدعوة. كيف يدعو الشيطان إلى الضلالات ولا تدعو أنتم إلى الخير؟ ولتكن منكم أمة يدعون. تعرفوا شحال تاع الشياطين اللي راهم كيدعيو؟ بزاف. خصنا ملايير ديال الدعاة، ماشي ملايين، اي خص كل مسلم يكون داعية باش نوليو كيف كيف، لأن الشيطان في كل صباح ينصب عرشه على الماء ويجتمع بجنده ويرسل كل فئة إلى جهة من الجهات. أنتم المغرب، أنتم الجزائر، أنتم التونس، أنتم الصبنيون، أنتم المغرب، المسؤول نتاعكم فلان هو يوزعكم، يجي الشاف نتاع المغرب يقول له أنتم تمشيو لوجدة، أنتم تمشيو لكذا، أنتم تمشيو أصحاب وجدة، الشاف نتاعهم، المسؤول يقول له أنتم تمشيو في الشطوبة، أنتم تمشيو في الشاف نتاع كولوج، رحنا في كولوج. اش يقول لهم الشاف تاع كل هذا الشياطين اللي عليكم؟ انتم بالمساجد، انتم بالعباد، انتم بالزهاد، انتم باصحاب المال، انتم باصحاب التجاره، انتم باصحاب السوق، انتم باصحاب نمشيو على اصحاب الجامعه، يجي الشاف نتاع اصحاب الجوامع. انتم مسجد الكوثر، نشوفوا الشاف نتاع الشياطين نتاع اللي جد مسجد الكوثر. انتم ان شاء الله تبارك وتعالى لازم سلط عليه الناس رقود ما عرفش ذاك الخطاب لا يخطب هو زيد واش بيقول لهم؟ خلي عايش، كل واحد عايش في عالم. من يدير الخطبه يجي عندك واحد يقول لك ماشي انت قلت هذه؟ انا ما قلتش. انت ماشي قلتها؟ انا ما قلتش. ايوا ما عرفت. ايوا ابن عمي انت ما صليتش هنا، غير كنت هنا وصل كان غير الجسد نتاعك. قال لك واحد السيد تصلوا الجمعة خرج في الساعة وقف عند الباب يقولها، قال لهم الله يجازيكم بخير إلا عرفتوا اللي عرف باش صلى الإمام الجمعة اليوم يمشي معايا يتغدى. والجمع عامر أنت باش صلى؟ ها باش صلى بالحمدو الحمدو راه مفروضة، شوفنا شي حاجة أخرى. الله أعلم. وأنت؟ الله أعلم. وأنت شحال صاب ذيك هذيك 3000؟ شحال صاب الواحد؟ صاب جوج. قال لهم انتم اللي تخدموا صاب غير جوج، هذا الجمع كامل اللي مشى يصلي الجمعه صاب غير جوج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يكتب الله من صلاه العبد الا ما عقل منها، فقد يكتب للعبد ثلثها وربعها وعشرها، وقد لا يكتب منها شيء اذا لم يستحضر ولو لحظه عقله وقلبه بين يدي الله لحظه. هذا الشاف نتاع شكون؟ الشياطين نتاع مسجد الكوثر بكولوش. هذا المسؤول يطنو يطنو عفريت عنده قرات. لا اله الا الله. والله تعالى اعلم. وسنعود للحديث عن هذا الموضوع اذا كتب الله فسحه في الاجل. بالنسبه للاعمال الاجتماعيه لهذا الاسبوع، فرك اخويا انت اللي عندك الوالده نتاعك امريضه قبل الكونسير
وكدير لها هذا لي سيونس تاع السيونسات. فرق 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 ماشي انت تعطيني ذيك الوريقه بعدا ديال ذاك الدواء، لان الدواء اللي كل ملي تمشي دير سيونس، سيونس وحده يعني جلسه وحده في الشهر خصها 160 الف تاع الدواء ودير 6 تاع المرات. هو دار لها جوج ولكن ما قدرش يعيش المسائل. شو راك يا حبيبي؟ المهم انت الى ما لك المهم اللي يقدر يخلص له شي سيونس ولا انا ندير يتصل بينا ان شاء الله نقولوها له. ولا كاين واحد المراه مسكينه غادي تمشي للعين دير عمليه على العينين بالدار البيضاء، وراه واحد السيد كيمثلها هنايا اللي بغى ان شاء الله يعاونها باذن الله هنا في كولوش. والاخ اللي كان جا السيمانه الفايته يعني جمعتوا له واحد البركه جزاكم الله خيرا، وراه يعني عاود ولا ان شاء الله تعالى. راك عارف الحاله، هي مريضه جدا جدا. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزربيه لابو بكر، هذا السيد عنده رساله نتاع المره الفايته. هو وباه راك عارف باغي يتزوج، باه قال له ما تزوجش بسهوله، تعطيني تنزل لي على كريمه اللي عنده اللي عنده بتي تاكسي. قال له نعطيك النص، قال له ما كاين لا انت ولدي، اعطيني كاع لا كريمه الا بغيت نخليك تتزوج. واش مو ندير قال لك واش مو ندير؟ يا سبحان الله كاين الباينين اللي ما يعاونوش ولادهم على طاعه الله وطاعه رسول الله. الباين تصيبوا لاباس عليه وبوليداته، وهذا ولده يخدم مسكين في تي تاكسي، غير سمع النبي قال انت ومالك لابيك، قال له اعطيني. يا وليدي رحم الله والدا اعان ولده على بره. يا صاحبي تمنعوا بالزواج باش يحصن روحه في هذا الزمان، انت اللي خصك تعاونه. انت غادي نقول لك، قلت لي واسمو غادي ندير، زيد صبر ودعا بالمعبك بالتي هي احسن، والزوج الزوج لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. عندك باش تنفق، عندك باش تزوج، ما تطيحش في الحرام، الزوج وكون معبك مزيان، الزوج الزوج لا طاعة لمخلوق. باش بنادم يوصل 40 عام ومنين يجي عند باه ما قال بس ما يقول له غادي نزوج، يقول له لا جيب الفلوس هارا الأجريمة وروح تموت، روح تبات في الزنقة. أنا ما فهمتش هالباينين كي دايرين. إن للآباء حقوقا على الأبناء ولكن للأبناء حقوق على الآباء، وقد يعق الوالد ولده قبل ان يعق الولد ولده والده كما ورد عن عمر. هذا عقوق هذا. ابن تبي يولي فرعون، احنا نظلوا في الجوامع نقول لهم تهلاو في والديكم تهلاو في كذا، منين يجي سيد بحال هكا تهلاو في بواك مزيان. راه كاين لا اله الا الله محمد رسول الله. واعر هذا اللباين، واعر هذا اللباين سيدي، واعر. واش راه يجي للجامع ولا عمرو ما جا؟ هذو الدواء راهم دائما يجيبوا لنا الدواء. المهم ايه هذا هو الدواء، راه جابوا السيد اللي عنده امه، هذا هي اللي بغى يشري له، ها هي الورقه تاع الدواء الله يجازيه بخير. ها هي هنا هذا الدواء نتاع، ولو يخلص له غير سيونس ولا اسالوا الله يفرج كربه السكن. الله يفرج عليك الكربه تاع السكن يا رب العالمين. نقوم بدور كروي، احنا الشباب بغينا ندير واحد الدوري كروي في الحي، ونريد ان تساعدنا في بعض النصائح والتوجيهات. هذا الدوري الكروي اولا يمشي الانسان يدير الدوري نتاع الكره ويلعب الكره، يخصو ان شاء الله تبارك وتعالى يلعب الكره بواحد الهدف، بواحد المقصود، وهو ان يقوي ويحافظ على صحته. المن علاش؟ ليعبد الله، ليطيع الله، يربطها بالعباده. الرياضه يربطها الانسان بالعباده. ثانيا ان الكره فيها الجماعه، تعلمك واسمو ان تذوب الانانيه، ما تبقاش تلعب الكره غير بوحدك، اتراوغ كل شيء، تراوغ كل شيء باش تسجل، فما يبان الانسان الاناني، يراوغ يراوغ حتى يديوها له. اعطي الكره لصاحبك، مرر الكره لصاحبك. ينبغي لهذا اللاعب ان يعلمك كيف ترتبط بالجماعه، عليكم بالجماعه، ان يكون هدفكم واحد هو الهدف، نتعاون جميعا فيه. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ينبغي أن يكون الأخ مؤيدا لأخيه. واللي أنت إلى سجل صاحبك الإصابة ما تحسدوش، خصك تفرح، ما تقولش أنا البيتر. رابعا مسألة الرابعة، الوقت نتاع الصلاة وقفوا، باش تكون دعوة، وقف
والمسألة الخامسة منين توليو تلعبوا واحد سب الدين ولا سب كذا ووقفوا كاملين. اللاعب يوصلنا باش نكفروا، خاصك تعطي القدوة والنموذج في اللعب، تكون حسن الخلق، ما تضربش الناس، ما تكونش عنيف، تكون تصبر. الرياضة تعلمك التحمل والصبر والعمل الجماعي والهدف الموحد، هذه اللي تعلمك الكرة. هذا هو العاب الكرة مع راسك. بالصح تكون لتقويتي البدن باش تدعي الله. ثانيا تعلمك العمل الجماعي. ثالثا تحارب الأنانية والأثرة. رابعا تقلع الغل من الصدور. خامسا تعمل الجماعة على تحقيق هدف واحد. سادسا ألا تلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة. سابعا أن تعلمك الأخلاق الطيبة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. وهذا الناس اللي رم يلعبوا معكم الكورة ارحموهم شوية وجيبهم للجامع. يا المدينين جيبهم للجامع، راهم محرومين، لأن واحد العدد نتاع الناس ما رحناش نوصلهم وما يوصلهمش للجامع. راكم توصلوهم انتوما كي تلعبوا معهم الكورة، كيما تقولوا غدا نتلاقاو نلعبوا الكورة في البلاصة الثانية، قول له ان شاء الله الجمعة نتلاقاو عند الجامع يوايف لعب ان شاء الله.